علوا صوتكم، علوا صوتكم كمان عشان سيدنا يحلف ما يشوف حد فيكم، كل واحد في دوره. ما تشخطش فيهم كده، محدش يحط في الصندوق ده اكتر من 5 جنيه. اللي معاه جنيه زي اللي معاه 5، كل واحد ومقدرته، واللي مش هيدفع برضه هيدخل. والله يوماتي بقول لهم كده، قلت لكم كده ولا لا؟ ما تنتهوا. الله، وبعدين يا متولي شوف مين عليه الدور ودخله. يلا بتوع بني سويف، يلا يلا اتكلم مع الناس عادي. تمام. ذنبها ايه؟ هي مين يا سيدنا؟ اللي رميتوها هي وولادها في عز البرد. انتوا ايه؟ قلوبكم قاسية كده ليه؟ كارهين نفسكم ليه؟ مش قادرين تحبوا غيركم ليه؟ صلاة ايه اللي هتصلوها؟ وتقول ايه اللي هتربوها؟ ربنا فين من اعمالكم؟ يا ترى الجبلة زي ما هي ولا غيرتوها؟ والواد الغلبان ده ذنبه ايه يشيل ذنوبكم ويتعذب بيها؟ قصدك ام مينا دي؟ ايه؟ ام عندها يتامى مشيتوها من البيت عشان تجوزوه. عرفتوا تجوزوه؟ شايفين الدمامل دي؟ دي من دعاها عليكم، ومش هي بس اللي هتدعي، انا كمان هدعي عليكم. لا 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 يا سيدنا، ترجع بيتها حالا ونعوضها عن كل اللي جرالها. بس والله ما احنا السبب، الشيخ جمال قال لنا. قال اللي قاله، حديته ماسخ ملوش عازه. توعتوك ايه؟ عقولكوا كانت فين؟ سامحنا يا مولانا. باعد روحوا لها وحبوا على قدها يمكن تسامح. غور بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا، بركاتك يا سيدنا. هات المعلم حموده جوه جنب باب سيدنا، لو قعد اكتر من كده سوالنا قتيل. تعال سيدي المعلمين جوه جنب باب سيدنا لحد ما اللي جوه يخرج وتخش انت. اتفضل اتفضل. معلم حمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته برضه. أنت بتشتغل مع الشيخ خلف؟ الحمد لله. قل له الحاجة زهرة الشريف عايزاك في كلمتين. للأسف سيدنا ما بيخرجش يقابل حد، عايزة تقابليه تقف تستني دورك. قل له الحاجة زهرة عايزاك. قول له انت بس، الحاجة زهرة عايزاك في كلمتين. انا هقول له، بس انا عارف، بس هقول له. تحاليل ما تحاليلش عملت ايه، والادوية كلها ايه ما جابش معاي حاجة، وما تقوليش روح للعطارين خد حاجة، ما فيش وصفة ما جربتهاش. جرب تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ولد عمي. اللي قاعد قدامك ده بطل الخمس فروض بتوع ربنا جماعة في الجامع بتاعك غير النوافل. حجيت بيت ربنا 3 مرات وليا كل سنة عمرك.
قلت لك اللي عندي. يعني ايه؟ مرضوع مسبحية ربنا عشان تقول لي قل لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخوي علي الطلاق. انت شيخ عوضه وحطلعك بكل حته. دور على ولدك يا حموده. ها؟ ولدي مين فيهم؟ انت خابر. وخابر راح فين؟ وحخف. حمولك تقيلة خفها تخف. ها؟ قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في واحدة هانم كده اسمها الحاجة زهرة الشريف عايزة تقابل سعادتك. ها خليها تعاود ترجع. اه ترجع. انا قلت كده برضه. انا قلت لك ما بيقابلش حد. بس انا يعني ايه يعني لو انت عايز يعني وانا ممكن يعني اديله الكارت ده وقول له يتصل بيا ضروري. اتصل. مش هقدر اقعد اكتر من نص ساعة، لازم ارجع لكريم. ما تخافيش مش هنتأخر، بس لازم تبقي موجودة. نعيد اتفضل. خدت ايه من الست يا فهري؟ خدت ده، عايز سيدنا يبقى اتصل بيها. هو اديله كارت؟ لا يا حبيبي اديهوله انت، براها الحوار ده. اسحب. احنا لغايه دلوقتي محافظين. انت لسه هتقول لي محافظين؟ محافظين على ايه؟ الحسابات كلها مكشوفه والبنوك مش هترضى تغطي العجز ده، يبقى فاضل ايه تاني؟ ما هو مش معقول كمان تكون دي كل حسابات اخويا المرحوم. اكيد انا متاكده ان في ليه حسابات في بنوك تانيه. حضرتك هو ده اللي احنا نعرفه. لو المرحوم قادر ليه حسابات تانيه ممكن حضرتك تسالي فيها فريده هاني. مساء الخير. مساء الخير. ايه رجعت الميزانيه؟ ميزانيه ايه يا حاتم بيه؟ هي فين الميزانيه دي؟ يعني ايه العجز وصل 500 مليون؟ حصل ايه انت العجز ده؟ حضرتك ده اجمالي العجز بما فيه العجز المرحل للسنوات اللي فاتت. وفجاه كده بقوا 500 مليون؟ ليه؟ احنا كنا فين؟ ادري بيه كان بيسدد العجز ده من حسابه الخاص. اخويا الله يرحمه كان بيسدد حصته من العجز وحصتكم انتوا كمان. خلاص فريدة هاني بتدفع. هدفع منين؟ من حسابات المرحومة أخويا اللي في البنوك. ما أنا كمان مش ممكن أصدق إن هي دي كل فلوس أخويا. أخويا الله يرحمه كان له مليارات في بنوك بره، وفريدة هانم. لو سمحت أنا لا أعرف حاجة عن حسابات ولا بنوك، وكفاية قوي اللي أنا فيه. إحنا لو هنقعد ندور على فلوسنا اللي بره يبقى بنضيع وقت على الفاضي، والوضع المالي في المجموعة مش مستحمل. ما هو انت لو في دماغك ان احنا اللي هنسد العجز ده تبقى بتحلق. الكل هيسدد وحسب حصته. انا مش هشيل كل حاجه على نفوخي. انا مش هدفع ولا مليم. وتدفعي ليه؟ ما فريده تبيع حصتها وكفايه الورث اللي ظاهر واللي لسه مستخبي. انا ما عنديش حاجه غير مجوهراتي، لو عايزينها خدوها. يا فريده يا فريده استني بس. فريدة وحضراتكم مستنيين ايه؟ مش خرجتوها؟ اتفضلوا مع السلامة. فايز بيه؟ انت لسه هتقول لي فايز بيه؟ انتوا متفقين مع حاتم علينا. اسمع انا مش هسيب حقي ولا حق اختي في الشركة دي. هجيبه يعني هجيبه، ومش بعيد ادخلكم كلكم بتسد. ايه الكلام ده يا استاذ صبري؟ الاوراق كلها معاهم وشغلنا مظبوط.
خليه يبلغ النيابة، مش بعد السنين أنا اشتغلتها مع المرحوم ده يبقى دي آخرتها. في واحدة ست هانم قوي سابت الكارت ده وعايزة سيدنا يكلمها. ست مين دي يا أخوي؟ ما ينفعش برضه الناس دي تتحشر مع دول. لا خليها تروح تتحشر مع بتوع السيما أحسن. لا طب كنت خدت رأي سيدنا الأول. طب أدخل اللي عليه دور. أوعى. خلاص اتكلوا على الله انتوا دلوقتي، سيدنا تعبان ومش هيقابل حد. سمعتوا؟ خلاص سيدنا مش هيقابل حد، اتكلوا على الله. احنا جايين من اخر الدنيا وسعيد ادفع 100 جنيه بس ادخل. يا ناس ارحموا سيدنا شويه، انتوا مش شايفين اللي كان خارج من عند سيدنا جوه بقاله ساعتين قاعد يقرا له؟ خلاص ما عادش عنده جهل. يلا توكلوا على الله وبكره ان شاء الله اللي عليه الدور هيدخل الاول. يلا رجاله اتكلوا على الله. يلا 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 زينوا ماشي الناس. الو؟ ايوه يا حاتم. انت فين؟ جبتي معاكي زهره؟ مفيش وقت للكلام ده خالص، اتصرفي زهره اتصرفي. يلا خلاص، سلام سلام سلام. يلا يلا. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أسبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. صدق الله العظيم. مش كنت قلتي لي يا بيت كنت جبت لك معايا لقمة كده ترمي لك عظمك وأنا جاية؟ كده رضا. قولي لي بقى يا اختي انه مهنيكي للدرجات دي. اه يا بنتي يا وزه، مهنيني الهنا اللي ما شفتوش في حياتي، لولا ان الواحده شقيانه وطالع عينها طول النهار. انما ان جيتي للحق، الهنا اللي ما شفتوش ولا دقته في حياتي كلها. شوفي يا اختي المره، ما هو باين على وشك يا بنت. هو انت كانت عمر الدمويه جريت في خطوتك بالطريقه دي؟ الا قولي لي، هو احنا مش طول عمرنا اصحاب وطول عمرنا بنتقاسم في كل حاجه؟ يوه، هو مش الشيخ خلف يحق له يتجوز اربعه؟ جرى ايه يا مسهويكه؟ شايفاني يا اختي قدامك ام 44 وجوزك هتخرطيه للوز استوزه يا اختي وكيسي ده المخدرات جابته الارض. سيبهولي يوم في الاسبوع، انا اتجوزه يوم وانت خديه بقيه الاسبوع. انا شايفه يا اختي ان انت تاخدي بعضك وتقومي تنامي بدل ما تطلع العفاريت على جتاتك. يلا فتك بعافيه. يا بختك. متولي زينهم عندك يا متولي؟ خدت متولي في سكتك؟ جاتكم داهيه انتوا الجوز، الهي ما توقعوا ترجعوا. ايه دول يا عم؟ دول ما يجوش 300 جنيه. هيدفعوا ليه؟ طالما كده كده بيدخلوا يبقى ملوش لازمه الدفع. ايديهم في اللبن. طب هو مستغني وحر، ده راجل مش عايز من الفلوس حاجه. خلاص خليه هو في ملكوته وخلينا احنا نشوف حل. اه يا دنيا، اه يا
الحلاوه دي. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. تلمي خلاجاتك وتاخدي بنتك وتقبل ودلوك. نقبل نروح فين وليه؟ اسمع اللي هقول لك عليه. تاخدي شيماء وتركبوا المنفلوط ومنها لبلدنا المندره، وهناك تسالوا على الشيخ جاد ده عمي، هتقعدوا عنده لحد ما اجي اخدكم. مالك يا اخويا في ايه؟ اعمل اللي هقول لك عليه. حاضر يا سيد الناس، حاضر. كل لك لقمه كده بس، بر نفسك، ده انت ما دقتش الاكل من الصبح. صباح روح بقى. نعمل تذكرة الدخول ب 100 جنيه، اللي عايز يدخل هيدفع. شهور جنبي هتقروا في كتاب ربنا. قريتوك ايه؟ فهمتوا منه ايه؟ استفدتوا منه ايه؟ مفيش آية مست قلوبكم؟ مفيش آية
نفضت روحكم وطهرتها. كل اللي اتغير فيكم شكلكم. جلابية بيضة. جلابية بيضة. انتوا ايه؟ ببساطة كده تقطعوا جتة الغلابة وتستحلوا لحمهم؟ وحياة الميتين لك لا سامحنا يا سيدنا. سامحنا يا سيدنا، سامحنا يا سيدنا، آخر مرة آخر مرة. يعني تعبه روحي وسالقه الكوارع وفي الاخر ما يمدش ايده عليها. رحت فين يا راجل؟ وزع وزع تحوش متولي منوم. عارفه الراجل ده حكايته ايه؟ روح عند عمي جاد وانزلي على منفلوط وانا حصلكوا. بانه بيعمل الحكايه دي كلها عشان يفلق مني. عارفه بس ايه ده؟ وانا ماليش بخت، وانا ماليش بخت في اي حاجه. متولي
ساكن دروبها تضيق توسع دروب الله كأنها بحر طامي وانت مش عاوي ماهو تعمل ايه في الدنيا يا خلف الله اياب وشين وانت حصيف وغشيم دجال ساكن في المقابر بيستدرج الستات وينيمهم قال ايه بيطلع لهم العفاريت ايوه يا فندم ضحيه من ضحايا هي اللي مقدمه فيه البلايا تمام يا فندم لقينا الاثنين مقتولين تمام سعادتك هجيبه لسعادتك حاضر يا فندم حاضر بالراحه سلام يا فندم مع السلامه